قال أصمعي ولهارون الرشيد بلغني أن رجل من العرب طلق في يوم واحد 5 نسوة. فقال له هارون الرشيد وكيف ذلك وإنما يجوز له 4 نسوة؟ قال له دخل على نسائه فوجدهن يتنازعن وكان رجلا شريرا فقال إلى متى هذا النزاع؟ ما أظنه إلا منك يا فلانة فأنت طالق. فقالت له الأخرى عجلت عليها فلو أدبتها بغير الطلاق لكان أصح. فقال وأنت أيضا طالق. فقالت له الثالثة قبحك الله لقد كانتا إليك محسنتين. فقال لها وأنت التي تذكر أياديهما طالق أيضا. فقالت له الرابعة وكانت هلالية قبحك الله أما تؤدب نساءك إلا بالطلاق؟ فقال وأنت أيضا طالق. فسمعت الجارة النزاع والخصام فأشرفت عليهم فقالت له لقد عرف العرب ضعفك وضعف قومك حيث رأوه منكم ووجدوه فيكم. لقد طلقت نساءك كلهن في يوم واحد. فقالها وأنت أيتها المتكلمة فيما لا يعنيها طالق إن أجاز ذلك زوجك. فسمعوا الزوج فقال وقد أزجت لك ذلك. فتعجب هارون الرشيد من ذلك. يقال إن ثلاثة نفر من الشعراء كانوا في قرية تسمى طيهاسة فشربوا وأكلوا وتلددوا ثم قالوا ليقول كل واحد منكم بيتا. فقال الأول نلنا لذيذ العيش في طيهاتا. ثم قال الثاني لما احتاستنا القادة احتساسا. فقيل الثالث أجز فأرسج عليه ولم يجد ما يقوله إلا قوله ما أسه طالق ثلاثة. فدعا هذا البيت إلى طلاق مرأسه جره إلى طلاق مرأسه ثم قعد يبكي وأخذ الآخرون يضحكون عليه وكان أمره كأمر ذلك العربي الذي وأد ابنته ودفنها حية ثم قعد عند قبرها يبكي عليها. فقيل له أتبكي على ابنا وأنت قتلتها؟ فقد ذهبت لبنى فما أنت صانع؟ أتبكي على لبنى وأنت قتلتها؟ لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. فالإنسان لا يبغي له أن يكون مطلقا لأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. الشيخ بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة رحمه الله أعطاه الله تبارك وتعالى غزارة العلم وقصص المال وصحة الجسد. وكانت له امرأة سيئة الخلق فكان بعض تلامذته يامرونه بطلاقها فيقول لعل الله تبارك وتعالى أعطاني هذه النعم بسبب صبري عليها. ويقرأ لهم قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.